خلينا متفقين ان في الوقت الحالي احنا بنعامل موضوع رياكشنز اللي على الفيسبوك ده بشكل غلط، ملبسنا في الحيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، واكيد انت متفق معايا ان احنا بنعامل موضوع رياكت على الفيسبوك ده بشكل غلط، ملبسنا فعلا في الحيط. الطبيعي ان انا بعمل اي رياكت على الفيسبوك على اي بوست بقابله بما يدل على اللي انا حسيته لما قريت البوست ده او لما شفت البوست ده. يعني الطبيعي لما انا بعمل مثلا رياكت انجري، رياكت ساد، رياكت لاف، رياكت فده علشان انا شفت حاجه في البوست ده خليتني عايز اعمل كده، لكن ملوش علاقه خالص بصاحب البوست. يعني انا ليه اعمل رياكت ساد على صاحب البوست؟ حزين مثلا انزل بوست، اعمل رياكت انجري على صاحب البوست، غضبان على صاحب البوست انزل بوست ليه؟ يعني هو سارق النت من عندي؟ وده طبعا بعيدا عن الرياكت الغريب اللي حاضن قلب ده واللي معمول غلط من اساسه، رغم ان المفروض معناه بالعربي ادعم ودي حاجه حلوه، الا ان معلبنا انجليزي واغلبنا قالب الفيسبوك عنده انجليزي كير او يهتم. لكن لو ركننا ده على جنب فنقدر نقول ان باقي رياكت عموما ما فيهاش اي مشكله، خصوصا ان طبيعي ان احنا بنعمل رياكت على البوست. يعني انا مني واحد وفي ناس زيي بيعملوا رياكت علشان البوست نفسه، ممكن ما نعرفش مين اصلا اللي عمل البوست او ناخد بالنا من الاسم. لكن نرجع ونقول برضو ان احنا اللي عملنا المشكله دي لان احنا اللي استخدمنا موضوع الرياكت او سلاح الرياكشنز ده كتعبير عن الاهتمام والتجاهل. يعني لو فلان عايزه تبين ان هي متجاهله فلان او زعلانه من فلان او العكس، طبعا تلاقيها تبطل تعمل اي رياكت على اي حاجه منزلها، لا احزنني ولا اضحكني ولا اي حاجه خالص، حتى لو نزل صوره واقف على ايديه. بينما العكس لو عايزين نظهر اهتمامنا بقى بحد تلاقينا بنعمل لاف بسبب ومن غير سبب. تلاقينا مثلا لقينا منزل بوست اضحكني نعمل لاف، احزنني نعمل لاف، اغضبني نعمل لاف، لاف نعمل لاف، ماشيين بنلفلف على بعضنا. ومارك ده برضو تحس ان هو بيحب يولعها. يعني مثلا جه في الماسنجر وراح عامل لك علامه السين الاول، وبعدين راح حاطط لك الدايره اللي بتظهر حوالين علامة الفيديو كول دي، واللي معناها ان لو انت بتقرا شات معين والدايره دي اترسمت ان الشخص التاني او الطرف التاني فاتح الشات في نفس اللحظه دي. ولما مسك الواتساب راح حاطط لك فيه علامتين الصح الزرق اللي معناهم برضو سين، ناقص في المستقبل انه ينزل لك تحديث انك تقدر تشوف مين اللي شاف البوست وتجاهله، ودي فعلا في العصر اللي احنا فيه ده يبقى فيها خراب بيوت بجد. الا اننا لما جينا بقى ندعبس في الاعدادات اللي موجوده في الفيسبوك اكتشفنا ان مارك المره واحده في حياته واقف في صفنا. فتعالى نعرف ايه اللي هو عمله علشان يمنع الحوار بتاع سلاح الرياكشنز ده. وطبعا الكلام ده للناس اللي مش عارفينه زي حالاتي، الناس اللي عارفينه بقى بره عنك الموضوع ده ولا كانك شفت حاجه. انت يا سيدي كل اللي عليك انك هتفتح الفيسبوك وتروح على الثلاث شرطات دول وتيجي على السيتنجز اند برايفسي، ومنها على سيتنجز، وهتنزل تحت خالص هتلاقي في حاجه اسمها رياكشن بريفرنسز، هتدوس عليها ومنها هيكون عندك اختيارين. اول واحد ملناش دعوه بيه، تاني واحد ده لما بتفعله معناه انه مفيش اي حد هيشوف مين اللي عامل رياكتس على البوست بتاعك.